إلى فلسطين غرباء في أرضهم. الفلسطينيون المقدسيون يعانون انتهاكات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. مش كامل يعني مش كامل شغله لسه، قلت 18 سنة تقريبا بالأجارات ساكنة، يعني صرت دافعة زي تقريبا 500,000 شيكل بس أجارات يعني، وكان البيت يعني مش هذاك البيت يعني، وإذا فكرت إنه نبني شريت الأرض وساعدوني أخوتي وأبويا يعني، ولما بنيت برضه بالمساعدات يعني كنت أطلب منهم يعني إيش وأخذ منهم عشان أبني، ورحنا على المحكمة وحاولنا نجدد إنهم يجددون التمديد كثير يعني. ما فيش فايدة يعني، وأنا وين يعني رحت الحين استأجرت تقريبا 2000 شيكل طلب الزلمة يعني بده أجار دار خلاف المي والكهرباء، يعني والدار صغيرة مش هذيك الكبر يعني بتسعنيش لو أنا ولا أولادي يعني، يعني مو في تأثير يعني الواحد خلص إنه حاولنا إنه نجددها يعني، وسوي المحامي أخذ تقريبا زي 40,000 شيكل إنه يرفع بكل معنى الكلمة. هدول ناس لصوص ودخلوا اقتحام للبيت بدون أي ورقة قانونية، أصحاب الدار موجودين بالدار، عفشاتهم بالدار، عواعيهم بالدار، يومي موجودين من شهر 10 استلموا دارهم واستلموها بشكل قانوني لأنهم ورثة. اليوم المرة طلعت تجيب هون يعني في المنطقة خضرة أو إشي، اقتحموا البيت، كانوا بيراقبوها، اقتحموا البيت. طبعا المرأة هي وجوزها يعني ست كبيرة وجوزها كمان زلمة مريض وكبير، وهذا اللي صار. ونتفاجأ بقرار توقيف عن البناية، التزمنا بالقرار المحكمة، توجهنا لمحكمة البلدية أعطونا قرار هدم. وكلنا المحامي حسين غنايم، وجهنا للمحكمة المركزية في شارع صلاح الدين، أيدوا الهدم. بعدين مدرسة والبنى زي ما انتم شفتوا قبل الهدم، بنى روضة ومدرسة يعني مش إسكان، يعني أكثر من 3 طبقات ما كنا رايحين نبدي. ونبقى في الشأن الحقوقي الفلسطيني، حيث أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلي فرضت غرامات مالية بحق الأسرى الأطفال بلغت 170,000 شيكل خلال الربع الأول من العام الجاري. المتحدث باسم المركز رياض الأشقر قال إن غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم تفرض عليهم غرامات مالية إضافة لأحكام بالسجن الفعلي، وأضاف أن تلك الغرامات تشكل عبئا ماليا كبيرا على أهالي الأطفال وعقابا تعسفيا يمارسه الاحتلال بهدف إرهاب الأطفال ومنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال. معي للحديث حول هذا الموضوع الناشط الحقوقي الفلسطيني سيد أمجد أبو عصب. ورحب بك أمجد في هذه الحلقة من حقوق الإنسان. برأيك هذه الغرامات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال فلسطينيين هل تشكل انتهاك قانوني حتى لقانون الاحتلال نفسه؟ يعني سلطات الاحتلال وعبر ما يسمى بوزيرة العدل الصهيونية شكيد هذه الحاقدة التي قدمت مشاريع قرار للكنيسة الاحتلالي، وأيضا قدمت اقتراحات لتعديل القوانين بفرض غرامات مالية عالية على الأطفال الفلسطينيين وتحديدا في مدينة القدس من أجل استنزاف الأهالي للضغط عليهم من أجل أن يطلبوا من أبنائهم وأن يضغطوا على أبنائهم بعدم المشاركة في مواجهة الاحتلال، سواء التوجه للمسجد الأقصى أو الاعتصام أمام المدارس أو في الشوارع. سلطات الاحتلال تنظر إلى الجيل الفلسطيني أنه هو قائد الأمة المستقبلي، وبالتالي تريد أن تنهكه، أن تبعده عن الدراسة، تريد أن فقط أن يعيش حياته يلهث خلف
قروش. وأمجد هذه المبالغ الضخمة، يعني كيف يتعامل المقدسيون معها؟ 170 ألف شيكل، حوالي 50 ألف دولار، كيف يستطيع الإنسان المقدسي العادي أن يدفعها؟ يعني أخي كريم، هذا غيظ من صيد. هنالك أسرى أطفال فرض عليهم غرامات مالية بقيمة 40 ألف شيكل، 50 ألف دولار للشخص الواحد، كما حصل مع الطفل أحمد مناصرة ومحمد تيسير طه وأطفال آخرين، إضافة إلى أسرى كبار في العمر مفروض عليهم غرامات بقيمة 2 مليون شيكل. ما يحصل من قبل الاحتلال هو استنزاف لأهلنا وأبنائنا، وهنالك الكثير من الأسرى لم يتمكنوا من دفع الغرامات وبالتالي عادوا إلى السجون. هنالك 5 أطفال وجهت لهم سلطات الاحتلال قبل عدة أيام أن معكم 35 يوما لدفع الغرامة، إن لم تتمكنوا سوف تأخذون شهر ونصف مقابل 7000 شيكل مفروضة على كل واحد منكم في سجون الاحتلال. ولكن أمجد، هذا السلاح الذي يستخدمه الاحتلال لإرهاب الأطفال الفلسطينيين ومنعهم من المقاومة، الوقاعة على الأرض تثبت بعكس ذلك، تثبت بأنه غير ناجع. أخي الكريم، إيماننا بعدالة قضيتنا، أطفالنا الصغار الذين يجوبون الشوارع ويشاهدون انتهاك الاحتلال لحرمات الشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى وللسيدات، منع الناس من الصلاة، قتل الناس بدم بارد، الحواجز المنتشرة حول القدس وعلى كافة مداخلها، هذه حواجز إذلال. الطفل وهو متوجه إلى المدرسة يتم تفتيشه بصورة مذلة، تقذف كتبه من داخل شنطته، وفي بعض الأحيان يضطر إلى أن يخلع حذاءه أو يخلع بنطاله من أجل التفتيش بحجة أنه الدواعي الأمنية. كل هذه الإجراءات تجعل من الطفل الفلسطيني أن يكون على قناعة أننا نحن أصحاب الأرض وأنهم طارئون وأنهم مجرمون ومحتلون، وبالتالي مهما كان الثمن سوف يكون هنالك تصدي لهذا الاحتلال. أخيرا، هل يمكن الضغط على الاحتلال لتغيير هذه السياسة من خلال المنظمات الحقوقية الدولية؟ أخي الكريم، المنظمات الدولية سكتت على جميع الخروقات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، سواء الأطفال أو الكبار أو المنازل أو التجار، وبالتالي نحن نعتبر أن المؤسسات الحقوقية الدولية مقصرة وجزء منها متواطئ مع الاحتلال من خلال صمته، وبالتالي نحن لا نعول على هذه المؤسسات وإنما نعول على ثباتنا وصمودنا، كما حصل في قضية البوابات والمسجد الأقصى المبارك حينما افترش الناس الأرض والتحف السماء وصمدوا لأيام طويلة حتى طلبوا على الاحتلال إعادة فتح المسجد الأقصى ورفع الكاميرات والبوابات الإلكترونية. شكرا لك أمجد أبو عصب، الناشط الحقوقي الفلسطيني، كنت معي عبر الهاتف من القدس.